أهلا أعزائي مشاهدينا في كل مكان، مرة تانية بحييكم في اسم ربنا يسوع، وبصلي هذا اليوم يكون يوم مبارك على حياتكم، يعطيكم القوة هيك من جوا في الداخل، ويعطيكم النعمة مع القوة للتحمل. كتير ناس من اللي بيشاهدونا في هذه الأيام عندهم روح إعياء، تعبانين، وهذا التعب عم بأثر علينا من عدة نواحي، جسديا نفسيا وروحيا، عم بأثر على قراراتنا، عم بعمل تشويش في حياتنا، وعم نحس بإحباط وفشل، وكتير مرات عنا توقعات تصاب بالخذلان. الله أحبائي، والغرض من الله إنه ينعم علينا بالقوة، مكتوب لأن الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح، روح القوة. والرب يسوع قال تنالون قوة ما تحل الروح القدس عليكم. كتير مرات لما منحاول نشتغل بقدرتنا أو بقوتنا يمكن ننجح إلى نسبة مئوية معينة، لكن سرعان ما منشعر إنه في عنا احتياج كبير ومنحتاج إلى عمل إلهي. فعلا الله هو إله النعمة وهو إله القوة، وبيعطينا روح القوة، مكتوب لكي يعطيكم أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن. مكتوب أيضا والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا. فإذا احنا منصلي من أجل قوة الإيمان، قوة الروح القدس، قوة المحبة، قوة التسبيح، قوة حضور الله في حياتنا اللي بتطرد الخوف إلى خارج. مكتوب يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. فإذا أحبائي، الله بمتعنا بقوته، لكن عندما نعتمد على روح الرب وعلى حكمة الرب وعلى تأييد الرب، عندها إحنا بنكون مطمئنين في سلام في ضمان، وإنه الله بأيدنا بهذه القوة. كتير ناس اللي عم بيشوفونا في هاي اللحظات على وشك الانهيار، سواء الأسر سواء حياة الأفراد، وكتير ناس اللي بتقول طب ما أنا صليت ومش شاعر بقوة ومش شاعر بحضور الله، وبحاول أصلي ذهني بشد، وبحاول أقرأ الكتاب المقدس مش عم بقدر أقرأ كلمة الله، بحاول أروح على الكنيسة والاجتماعات مش عم بقدر أروح، حاسس بضعف، حاسس بتراجع، حاسس بفتور، حاسس بتشويش، حاسس بفوضى داخلية في حياتي. أنا بصلي اليوم في اسم الرب يسوع المسيح إنه يبعد عنك كل انزعاج، كل تعب، كل إعياء، كل انحناء، كل شقاء. بصلي في اسم الرب يسوع المسيح يأيدك بقوة داخلية بالروح القدس، وبصلي إنه يعطيك حكمة ونعمة أيضا وقوة، وبصلي إنه ربنا يباركك اليوم. انظر إلى يسوع المسيح. إذا أنت بتشعر بضعف، بقولك الكتاب تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. فالرب هو اللي بيعطينا القوة. أنا وإنت اليوم محتاجين نعمة من عند الرب، لكن محتاجين إلى قوة الرب في قراراتنا، في سلوكنا، في مسيرنا في هذه الحياة. قوة حتى يكون عندنا قوة الصلاة، إنه كيف الله يسدد احتياجات الصلاة عندما أرفعها في الشكل الصحيح. ونعاوز أشجع كل شخص بشاهدني، إذا أنت اليوم فقدت القوة، وإذا أنت عم بتمر في إعياء، وخليني أسألك سؤال، شو هو المستحيل في حياتك؟ تعرفوا الكتاب يقول من أنت أيها الجبل أمام زروبابل، والرب يسوع قال في العهد الجديد
من له إيمان يقول لهذا الجبل انتقل فينتقل. مكتوب أيضا لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. أنت وصلت إلى حالة إعياء، وصلت إلى تعب، تحتاج إلى راحة. قال يسوع تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. محتاج لقوة، محتاج لراحة، محتاج أنك تستمد وتسترجع طاقتك الروحية أولا، والله بمتعك كمان في القوة الجسدية حتى تواجه القرارات. محتاجين أن نفكر بعقل راجح صائب، عقل فيه النصح التوازن والتعقل، وفعلا نأخذ قراراتنا في محضر الله. أنا بصلي اليوم لكل متعب أن الرب يعطيك راحة، ولكل شخص بمر في حياة الفتور الرب يشعل حياتك وينهضك بقوة الروح القدس. إذا محتاج لصلاة تواصل معنا، منحب نشاركك، وشارك هذا الفيديو. الرب يباركك.